في نفس السياق قام صاحب سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصا بجانب مبنى المربعة الأثري في شارع حميد بن راشد كورنيش عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد رئيس المجلس التنفيذي. كما رفع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة علم الإمارات في الساحة الأمامية لقصر سموه في الرميلة احتفالا بيوم العلم. وكذلك رفع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوينة العلم بحديقة الخور بأم القوينة احتفالا بيوم العلم، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوينة. كما شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الحفل الذي تم تنظيمه بمناسبة احتفالات الدولة بيوم العلم، وذلك في منطقة سارية العلم في كورنيش القواسم برأس الخيمة.